تعتمد حياتنا المعاصرة على الإنترنت بشكل يفوق كل التوقعات، فقد أصبحت هذه الشبكة العالمية بمثابة المخزن الذي ننهل منه كل احتياجات الحياة. فإلى جانب استخدامه المألوف في كثير من أمور الحياة، أصبح الإنترنت وسيطاً في موضوع مهم مثل الزواج، واحتل موضوع الزواج الإلكتروني مساحة واسعة من النقاش والجدل. ففي الوقت الذي تؤيده مجموعة ليست بالقليلة من الناس، نجد أيضاً من يعارضه بشدة ويقف له بالمرصاد لأنه يناقض العادات والتقاليد. الزواج عن طريق الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة جديدة، هل أنت مع هالطريقة باختيار شريك الحياة أم ضده؟ والله أنا ضد الظاهرة هذه، لازم يكون في احتكاك أو كونتاكت بين الطرفين بشكل دائم حتى يفهم الآخر الطرف الثاني، ما يكون صدمة مع من صدم أحيانا لا بأخبار الإنترنت، أحيانا نسمع خبر بالإنترنت نفسه من موقع ثاني بشوفيه بشكل آخر. أكيد بعارضها، لأنه إحنا ممكن نسوق لأي شيء عبر الإنترنت، إلا المشاعر ما فينا نسوق لها عبر الإنترنت، وهذا تواصل روحي بين شخصين في بناء أسرة تكون نواة لمجتمع جديد. فعلينا إذا بدنا نبني مجتمع جديد علينا أن نبني بطريقة صحيحة عبر تواصل حقيقي عبر سلوك ظاهر، لأنه أنت لا يمكن أن تقيم الفرد عبر الإنترنت وإنما تقيمه عبر سلوكه الواقعي على الأرض. ضد الزواج عن طريق الإنترنت أو حتى التعارف، لأنه على حقيقة يتم الكذب أو الاحتيال بين الرجل أو المرأة أو بين الفتاة والشاب، فكيف على الإنترنت؟ أنا مع، لا بشوف فيها صراحة أكثر من الواقع، لأن إحنا كمجتمع نهرب من واقعنا دائما. طبعا لا، ما بين يعني نحن يعني عاداتنا ما بتسمح بهالشيء هذا، يعني نحن معروفين شرقيين. هلا ممكن يصير كل شيء في الحياة، ممكن يتوافقوا اثنين على الإنترنت وممكن ما يتوافقوا، وبالحياة العادية لو دون إنترنت كمان الأمور يعني تتعلق بمدى استعداد الطرفين لهالموضوع إن كان في الإنترنت أو بلا إنترنت. بحس إنه هيك كل النت كله كذب وحكي فاضي، فبحس إنه على الواقع أحسن، أما النت لا برفضه تماما. شو سلبيات وإيجابيات هذا الزواج برأيك؟ أنا برأيي بالحياة ما فينا نحدد السلبيات والإيجابيات، السلبيات والإيجابيات تخلق بواقع الإنسان. يعني اثنين تعرفوا بالإنترنت على بعضهم، بالأخير بيلتقوا بالشارع، بيلتقوا في بيت، بيلتقوا بمقهى، فوقتها بتظهر إذا في سلبيات أو إيجابيات. طبعاً إلى سلبيات كثيرة، ممكن يدخل على الخط ناس له النوايا كثير سيئة ويسيئوا لهالشيء اللي ممكن يكون إيجابي ويحمل بطياته فرص للتعارف بين الشاب والبنت. أما إذا كان ناس مجرمين قتالين قتلة بدهم يستغلوا فتاة بريئة، فتاة ببداية عمرها، ممكن يكون أحد أسلحة الدمار الشامل هذا الشيء. السلبيات أنه تؤدي للكذب والخداع، في كتير كذب وخداع، أما الإيجابيات أنه هن الاثنين فيهم يتفاهموا مع بعض، غير الإنترنت فيهم يلتقوا ويتفاهموا على شغلات كتير. أنا بشوف له إيجابيات وسلبيات، زواج عادي، زواج روتيني بيصير، بس بالنهاية بس يكون فيه كذب، يعني آخر تعرفي عشان يكون صريح معك أهم شيء. في ناس ما بتكون صريحة، عدم الصراحة، ما في صدق بالموضوع. أما إيجابيات ممكن يكون الإنسان عن جد عم يدور عم يبحث وهو صادق. سلبيات أكيد كثيرة، لأنه أنت لا يمكن أن تكتشف الفرد اللي تريد تعيش معه لفترة طويلة بشكل صحيح عبر إنترنت. ممكن تتعرف على صفات، على خصائص، على طريقة تفكير، لكنه على طريقة السلوك لا يمكن. إيجابياته ممكن هي ليست إيجابية وإنما هي حالة اقتصادية، ممكن توفر الوقت والجهد بس. هل بيصور هالزواج عن زواج ناجح وسعيد؟ ما بعتقد، ما بعتقد أبدا، يعني ما أنا شغلي سليمي أبدا أبدا. قد يكون ناجح جدا جدا وأفضل من أي حالة زواج مثله مثل أي زواج آخر طبيعي عادي بين الأقارب، لكن بنفس الوقت احتمالات كتيرة كتيرة يكون طبعا وراه مشاكل. كان في حالة أنه مو كل أصابعك مثل بعضها بالأخير، بس أنه أنا بالنسبة لي لا، أكيد لا، ما بيكونوا سعيدين بزواج إذا يعني عن طريق الإنترنت أو هذا. أنا برأيي أنا لا نهائيا، وعن تجربي أصدقائي عملوها وما نجح. تعرفي حالات عن زواج عن طريق الإنترنت؟
ايه بعرف كتير ومتفاهمين كتير وحلوين كتير. بعرف ناس مخطوبين انه عن طريق الانترنت، بس ما في بيناتهم مشاكل عادية مثل اي اثنين عاديين بيعرفوا بعض بالحياة العادية، ما لها مشاكل جوهرية اللي بتأدي للانفصال او انه لشي عدم انه الاستمرار معه وصول الزواج. طبعا وموصي وعبر دول الانترنت، عبر دول راحت من دولة دولي ونهائيا كان فاشل. ويبقى التوافق في الزواج عملية اجتماعية معقدة تعتمد كثيرا في نجاحها على ما يتمتع به طرفا الزواج من صدق ووعي وإدراك.